كما ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من دبي الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج. دكتور بداية نرحب بك أيضا، وكما سمعت لي حديث الدكتور الشيخ خالد بن خليفة عن العلاقات الإماراتية البحرينية بأنها علاقات تستند على أسس متينة وأيضا روابط وثيقة وصلات راسخة في التاريخ بين البلدين. هل لك دكتور القاسمي أن تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا لكم. وطبعا العلاقات الإماراتية البحرينية علاقات تاريخية، يعني من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وليست من اليوم. يعني فكانت يعني العلاقة بين القواسم وبين آل خليفة يعني علاقات تجارية ممتدة عبر شواطئ منطقة الخليج، وكانوا أيضا يعني تحاول أيامها بريطانيا أن تستولي على المنطقة، وكان آل خليفة والقواسم أيضا يدافعوا عن منطقتهم وباعتبارهم أصحاب المياه الحقيقيين. هذه العلاقة التاريخية تحتاج منا وقت إذا شرحناها سيدي الكريم، صحيح. لكن العلاقات المعاصرة حينما نشرحها تبدأ مع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان والشيخ عيسى بن سلمان رحمه الله، فهم أسسوا حقيقة لهذه العلاقة الراسخة التي بدأت من خلال مكتب الإمارات المتصالحة، وكان موقعه في دبي، وكان يتناوب على قيادته أحد شيوخ الإمارات التسع، كانت معهم قطر والبحرين آنذاك، وتطور طبعا بعد يعني عن أبلغت بريطانيا إمارات الخليج بأنها تريد تخرج من المنطقة بعد ما أبلغت حكومة العمال يعني خروجها من منطقة الخليج والجزيرة 67. فبدأ التفكير آنذاك في الوحدة بين الإمارات التسع، وكان حقيقة الشيخ عيسى رحمه الله والشيخ زايد يعني هم يعني الإطار الذي حاول أن يمسك هذه الإمارات وحاول أن يدلل كثير من المصاعب. وإذا نحن درسنا حقيقة تاريخ الإمارات وتاريخ البحرين آنذاك ومدى العلاقة وتدليل كثير من المصاعب، إلا إن لم يكتب آنذاك إلا بالاتحاد الثنائي، وبعد طبعا بين دبي وأبوظبي، وبعد تطور إلى الاتحاد السباعي. نعم. ولا زالت حتى قوانين البحرين اليوم تتكلم ودستورها بأنها متى ما رأت الوحدة والإمكانيات فصح تدخل إلى دولة الإمارات. نعم. هذا حقيقة شعور وحدوي وعروبي لدى البحرين. أكيد دكتور خالد، الآن يعني واضح للعيان أن الإمارات لم تتوانى مطلقا في دعم وأيضا نصرة القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة إذا كانت هذه القضايا هي قضايا لدول الجوار وتخص الأشقاء. ما هي قراءتك بخصوص ذلك؟ بلا شك يعني دولة الإمارات حقيقة ومملكة البحرين كان لهما يعني مع بقية دول الخليج تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 81. هذا المجلس الذي أصبح له رؤية سياسية منطلقة واحدة، وحقيقة الإمارات منذ البداية ومنذ أن أسسها صاحب السمو الشيخ زايد حقيقة كانت سياستها هي سياسة معتدلة. ونحن نتذكر حينما كانت تحل قضايا وخلافات الدول العربية في أبوظبي، ولا زالت لازلنا مع سياسة الاحتلال، وأخواننا في البحرين وحكومة البحرين أيضا تتجه في هذا الإطار. وأنا أعتقد أن كل ما تعرضت لها المنطقة عالجت الإمارات والبحرين بشكل معتدل، سواء كانت بداية من الاحتلال العراقي في الكويت وشارك الجميع معا، وأيضا يعني المؤامرة التي كانت على البحرين 2011، فكان موقف الإمارات واضحا. واليوم من خلال التحالف العربي والتحالف الإسلامي نرى النهج الصحيح والنهج القويم. نعم. لتوجهات السياسة في الإمارات والبحرين. نعم. إذن من دبي الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج، شكرا جزيلا لك.